في الفيديو ده هنتعرف على طريقة حل أو إصلاح عطل شائع جدا في موديل اللابتوب اللي هو الكومباك بريساريو CQ62، وهو أن الجهاز بيجي قطع باور، بمعنى أن أنا لما باجي أضغط على زرار الباور مفيش أي استجابة. وهنعرف دلوقتي السبب الرئيسي أو السبب الشائع للعطل ده، وهنتعلم إزاي نصلحه مع بعض. بعد ما بنفك المذر بورد الخاصة بالجهاز، هنوريكم دلوقتي مكان الـ EEP ROM IC أو الـ BIOS IC اللي هو غالبا بيحصل خلل في الكود اللي مكتوب عليه أو السوفتوير اللي مكتوب عليه، بيخلي الجهاز ما يستجبش للتشغيل، بمعنى أن الجهاز بيبقى قاطع باور بسبب IC الـ BIOS، وده بيحصل في بعض الموديلات، منها الموديل اللي معانا ومنها برضو ماركة لابتوب اسمها الدايو. IC البايوس واضح قدامنا هنا، هو الباكج TSSOP8 وهو فوق السوبر IO. طبعا هو ده الشكل المتعارف عليه تقريبا في معظم اللابات. هنفكه طبعا بواسطة جهاز الهوت اير، وبعدين نبدأ نركبه على مبرمجة البايوس. بنختار طبعا الادابتر الخاص بيه زي ما هنشوف. اول حاجة طبعا بفكه الاول بواسطة التويزر والهوت اير، هبدأ دلوقتي أركب IC البايوس على الأدابتر الخاص بي وهو TSSOP8 أدابتر، وبعد تثبيته طبعا على الأدابتر بثبته على المبرمجة تمهيدا لأن أنا أبدأ أنزل عليه السوفت وير الخاص بي. هبدأ دلوقتي أشغل برنامج الميني برو اللي هو البرنامج الملحق مع مبرمجة البايوس، وبتظهر قدامي طبعا النافذة الافتتاحية. بختار Select IC وبعدين 25 فلاش، وبعدين طبعا هنا بيبقى واضح ان الاي سي متظبط على انه 8 بن. وبعمل ديتكت وبضغط على ديتكت وبختار الرقم المكتوب على الاي سي، هو هنا اي سي طبعا ماركت وين بوند، وبيبقى هنا جنبه ساعات اسامي الباكجات، بس انا بختار الاسم العام اللي هو رقم الاي سي فقط وجنبه الماركه. وبعدين بضغط على البطن اللي عليه ار اللي هو ريد علشان اخلي البرنامج يتعرف على الاي سي اللي راكب على المبرمجه. كده كتب لي read successful بمعنى او read finished تحت، وهنا read successful بمعنى ان الاي سي تم التعرف عليه بنجاح. وببدا هنا اختار ملف البايوس اللي انا مخزنه عندي على الجهاز، ممكن تبقى مخزنه من جهاز قديم نفس الموديل كان عندك سياره وكان شغال، او تكون نزلته من احد المنتديات على الانترنت. بعد ما اختاره طبعا بضغط اوكي، بيقرا هنا عندي الكود، وبعدين بضغط على البطن اللي هو عليه حرف البي، وطبعا ببقى مطمن ان هنا مكتوب عليه اريز بيفور وفيريفاي افتر، الاسهم بتاعتها متعلقه، وببدا اقول له بروجرام. طول ما انا مختار الاوبشنز اللي هي اريز بيفور وفيريفاي افتر، معناها ان المبرمجه او البرنامج الملحق بيها بيعمل اوتوماتيك عمليه اريز او يعني فورمات للاي سي قبل ما ينزل عليه السوفت وير الجديد، وبعد ما بيخلص بيعمل عملية فيريفاي يعني تأكيد ان السوفت وير مكتوب مظبوط.
وهنا كتب لي programming successful، معنى ان عملية البرمجة تمت بنجاح. بعد فك الاي سي من المبرمجة وبرمجته طبعا، هبدأ اركب الاي سي تاني في مكانه بواسطة جهاز الهوت اير. اطمن طبعا على اتجاه التركيب زي ما احنا متعودين، العلامة اللي بتبقى موجودة على الاي سي اطبقها على العلامة اللي موجودة على البوردة عشان اتجاه التركيب يكون سليم. وببدأ اسلط طبعا فوهة الهيتر على الاي سي علشان يتلحم في مكانه. بعد تركيب المذر بورد جوه الجهاز هبدا دلوقتي اعمل عمليه اختبار، وبشغل الجهاز باور عشان اطمن ان العمليه تمت بنجاح. وفعلا الجهاز تم اصلاح العطل اللي فيه بعد برمجه اي سي البايوس، وبكده نكون انتهينا من حل العطل.